السلام عليكم. تشهد عدة مدن في الجنوب الليبي تدهورا أمنيا منذ مدة بسبب الاشتباكات بين قبيلتي التبو والطوارق في سبها، أو بين أفراد من التبو وقبيلة زويع كما هو الحال في الكفرة. ورغم تحدد المبادرات لرأب الصدع بين الأطراف إلا أنها باءت بالفشل نظرا لتجدد الاشتباكات بين الحين والآخر، ما أثر سلبا على أوضاع المواطنين. التقرير الآتي يستعرض جانبا من الأوضاع التي تعيشها مدن الجنوب. منذ أشهر والجنوب الليبي انطلاقا من الكفرة مرورا بسبها وصولا إلى أوباري يشهد توترات حادة. في الكفرة وصل عدد القتلى إلى 37 شخصا منذ بداية الاشتباكات بين قبيلتي التبو والزوية، وأشار مركز الخدمات الصحية إلى أن مستشفى المدينة يعاني نقصا في الأدوية والأجهزة الطبية وانقطاعات في الكهرباء رغم مخاطبة الجهات الرسمية. وقالت مصادر أمنية إن المدينة تواجه أوضاعا صعبة بعد إغلاق طريق مديرية الأمن سابقا وطريق حي الكفرة الجديدة وطريق الجزيرة الخضراء وتوقف بعض محطات الوقود في سبها. ورغم توقيع اتفاق هدنة بين قبيلتي التبو والطوارق، إلا أن الأوضاع ما زالت تشهد تذبذبا، حيث أكد بلد المدينة مقتل شخصين بعد فض مظاهرات ترفع رايات النظام السابق في المدينة تنديدا بالأحكام التي صدرت في حق عدد من رموزه. ودعا المجلس مديريات أمن سبها والقوة الثالثة ومنطقة سبها العسكرية وكثائب الثوار وباقي الأجهزة الأمنية إلى المجاهرة بالأمن وبسطه داخل أحياء المدينة وشوارعها وتحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين. من سبها إلى أوباري، حيث أكدت غرفة عمليات المدينة التابعة لرئاسة أركان المؤتمر الوطني العام أن اشتباكات اندلعت بين قواتها ومن سمتهم بالمجموعات الخارجة عن القانون، مشيرة إلى أن المدينة تعاني وضعا إنسانيا صعبا في ظل تردي الوضع الأمني بها، مضيفة أن أعيان الأمازيغ ما زالوا يحاولون الاتصال بقبيلتي التبو والطوارق لإقناعهم بالحوار بشكل مباشر من أجل إيجاد حل نهائي للأزمة القائمة بينهما. نناقش هذا الخبر مشاهدينا وبعده مع ضيوفنا. ينضم إلينا عبر الهاتف من سبها الناطق باسم مجلس الشورى وحكماء سبها حسن أرقيق، وعبر الهاتف من طرابلس عضو المؤتمر الوطني العام مسعود البغدادي، وأيضا عبر الهاتف من أوباري الصحفي علي الشريف. إذا أبدأ مع السيد أرقيق، يعني لو تضعنا في صورة الأوضاع الأمنية والإنسانية بمدينة سبها سيد أرقيق. الحمد لله وصلي وسلم على رسول الله. طبعا الأوضاع الأمنية في سبها اليوم هادية جدا بالنسبة لليوم وليلة البارحة، لكن نريد أن نصحح خبر تلك المظاهرات التي قتل فيها اثنان. هي كانت مجموعة يعني تنسب نفسها للنظام السابق، رفعوا صور القذافي وراياته وأسلحة، ليس هكذا الأمور، يعني لا ليس مظاهرات عادية. لو كانت مظاهرات عادية لكان وفرنا لها الحماية وعبروا على ما يشاءون، لكن المشكلة دخلت في الأسلحة وأصبحوا يجولون في الشوارع. هذه ناحية. اليوم البارحة واليوم الحمد لله الأمور قد هادية، لكن الأمور هشة جدا. اختلطت عليها الأمور في سبها، اختلط عليها مشكله التبو والتوارق اللي الحمد لله الان اصبحت في ودنا ورجعت كل الناس الى بعضها البعض، ودخلت عليها موضوع المنطوق بالحكم اللي اجج الشارع من جديد، اجج خاصه ان احنا تفاجأنا ان كثر من يؤيد النظام السابق. احنا لا نتعارض ولا نعارض ابدا التعبير، لكن يجب ان يكون التعبير سلمي وبدون اسلحه. نعم. طيب سيد الشريف، إذا كان جاهزا كيف هي الأوضاع داخل مدينة أوباري الآن؟ سيد الشريف. لكل متابعي قناة ليبيا بالأحرى، الأوضاع الإنسانية وكذلك بالنسبة للأوضاع الميدانية هناك هدوء حذر هذه الأيام داخل مدينة أوباري. تشهد المدينة المعتادة كما يعرف المتابع لواقع هذه المدينة منذ قرابة عام الآن، تشهد وضعا انسانيا مزريا وكذلك اوضاع صحيه مترددة. نعم. طيب الان اذهب الى السيد البغدادي. سيد البغدادي،
كيف تراقبون أو ما هي قراءتكم للوضع الإنساني والأمني في منطقة الجنوب بشكل عام؟ اولا اخي احييك واحيي قناه ليبيا لكل الاحرار لاتاحتها الفرصه لكي نوضح هذه الحقائق الغائبه عن العالم بازمنه ليس ليبيا فقط. اخي الكريم، ما يحدث في الجنوب ليس جديد حقيقه. ما يحدث في الجنوب له امتدادات بعيده جدا جدا، وهو اكبر من حرب قبليه او حرب جهويه او مناطقيه. الان الحقيقه اتضحت، ولعل المؤتمر الوطني في الايام الماضيه اصدر بيان أوضح فيه أن هناك قوى أجنبية خارجية تريد أن تفصل الجنوب عن ليبيا. هذه هي الحقيقة، وهذه الحقيقة اللي أتمنى من كل مكونات الجنوب أن تفهم هذه الحقيقة وأن تدركها وأن لا تنساق وراء كل الفخاخ التي توضع أمامها، سواء كانت قبائل أو كانت مجموعات تمس بطريقة أخرى تمتلك سلاح. الأمر هو أكبر من ذلك حقيقة. يعني نحن في المؤتمر الوطني قبل الأسبوع الماضي يوم الأربعاء اللي مضى عقدنا اجتماع حقيقة، وكان موسع جدا على أعلى المستويات. حضره رئيس المؤتمر والنائب الثاني، وحضره كذلك رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات ورئيس وآمر القوة الثالثة. يعني حضر عدد كبير جدا وكبير من الخبراء، ووصلنا إلى نتيجة أن الجنوب يحتاج إلى عمل جاد حقيقة من كل الليبيين، لأن ما يحدث في الجنوب لم يعد كرامة والفجر والمجموعة للبرلمان ومجموعة للمؤتمر، لا، الآن أصبح طيب سيد البغدادي، سناتي الى تفصيل في هذه النقطه، ولكن يلتحق الان معنا سيد ادريس محجوب صحفي من الكفرة. سيد محجوب، كما استمعت الى السيد البغدادي وهو عضو المؤتمر تحدث عن نظريه المؤامره في يعني من قبل ايادي خارجيه تؤجج الاوضاع داخل منطقه الجنوب، كيف ترى انت من زاويتك حول هذه النظريه؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحب بكم هذه الفرصة الطيبة نحن لها. إن نظرتنا العامة لهذه الأحداث هي نعم كما قال أخي سيد بغدادي ووفقه تماما فيما قاله، هناك مؤامرة تحاك على الجنوب في استغلال ظروف الحرب اللي قائمة في الشمال بين فجر وكرامة. استغلوا هذه الفرصة وبدأت الحرب على الجنوب في كل الجنوب بالكامل، وهناك أنا أوجه النداء للليبيين، إن لم تلاحقوا الجنوب الآن فإن جنوبكم قد ضاع، وإن ضاع جنوبكم فقد ضاع شمالكم. أتمنى من الأخوة الليبيين أن ينظروا إلى هذا الواقع بأمر بعقلانية. لماذا؟ كيف إذن كيف تنقل لنا صورة ما يحدث الآن في الكفرة، وكيف هو الوضع الآن في هذه المدينة؟ الوضع الآن في مدينة الكفرة هو دخول قوة قوامها ما يقارب ال 40 إلى 50 إلى 50 عربة من خارج المدينة، ولم يعرف إلى الآن ما هي هذه القوة وما هي جنسياتها، ومتواجدة هذه القوة الآن على أحد منافذ المدينة الجنوبية، ولا زالت القوات تأتي تباعا للمدينة، قوات خارجية تدعم في هذه القوة. والوضع الآن في مدينة الكفر يعتبر وضع خطير جدا حكم هذه القوات التي تتزايد يوم بعد يوم، ولكن لأن جميع سكان المدينة اتفقوا على البعد كل البعد السياسي الذي يحدث في ليبيا الان، لان راوا ان الوطن يضيع في ظل كرامه وفجر وما ادراك الى هذه الاسماء. نحن في مدينه الكفرة حالنا كحال اخوتنا في مدينه اوباري وفي مدينه سدها وفي مدينه مرزق وفي غيرها من مدن الجنوب الذي اصبحت انفردت بهم هذه العصابات او القوى الشديده والمعارضه السودانيه وجميع اطيافها، واننا نوجه نداء الى كل وطن غيور للنظر الى طيب وصلت نقطتك هنا سيد محجوب، فابقى معنا. اذهب الى السيد رقيق. حسب عميد بلديه سبها السيد رقيق حمد الخيالي، قال ان معدل الجريمه داخل سبها قد انخفض، ما تفسيرك انت؟ في هذين اليومين فقط، في هذين اليومين، لان دخلت عليه مشاكل رفض القرار، رفض منطق الحكم ضد من حكم عليهم بالإعدام،
لكن وتم القبض على احد افراد العصابه الكبار، لكن هذا لا يعني شيء، سوف تعود من جديد. انا اود انبه سيد عضو المؤتمر، اود انبه عن شيء معين، وهو ان نحن في 2012 قد تحدثنا مع نائب علي زيدان البرعصي او نائب الكيب في ذلك الوقت، وقلنا له ان اذا استمر هذا الحال على هذا الوضع سوف يختفي الجنوب بعد 6 أشهر، وبالفعل بعد 6 أشهر قامت فيه الحروب، حيختفي الجنوب بهذه الطريقة. نحن مهملين يا سيدي، لا المؤتمر ولا الحكومات المتعاقبة لا تدري شيء في الجنوب، ولا تدري عن الجنوب، ولا تعتبره حتى جزء من ليبيا. طيب سيد شريف، يعني حدثنا أكثر أيضا عن الوضع الإنساني في منطقة أوباري ومجهودات الأعيان داخل هذه المدينة. بسم الله. بداية الوضع الإنساني، يعني الصورة داخل أوباري هي صورة منطقة محاصرة منذ قرابة عام، صورة منطقة بشبه المستشفيات لا تعمل، منطقة الطرق أغلقت أمام الحالات الإنسانية، أمام المرضى، أمام المواد الأساسية، أمام المواد الغذائية، أمام المساعدات الطبية، أمام جميع المراحل، أغلقت أمام السلع التموينية تصل بشكل بصورة صعبة وعبر طرق وعرة. هذه الصورة الآن يعني لا يمكن وصفها بأي حال من الأحوال بكلمات، يعني كل من زار هذه المنطقة تألم لواقع هذه المنطقة. لكن نحن الآن لنقولها بصراحة إن سبب الأحداث في الجنوب هي ميليشيات إجرامية تتحالف مع قادة شبكات تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية عبر الحدود الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية كذلك، هي مجموعات تستثمر الفوضى وتقتات من الجريمة المنظمة، لذا نجدها دائما أحد أسباب انعدام الأمن في الجنوب وتقف أمام جهود إحلال السلام في منطقة الجنوب الليبي، وهي ميليشيات محسوبة على التبو. أما الجهود الأخيرة التي قادها أعيان مجلس أعيان ليبيا وكذلك أعيان من جبل نفوسة لوقف القتال في أوباري، هذه الجهود وصلت إلى تعثرت في نقاط. طيب باعتبار سنأتي إلى تفصيلها في هذه النقطة بخصوص جهود الأعيان من المناطق الأخرى. سيد بحجوب، حدثنا كيف هو الوضع الإنساني الآن في مدينة الكفرة؟ الإنساني الوضع يختبر سيء جدا، لأنه أول حاجة منذ مدة طويلة لم تصل أي إمدادات طبية، وذلك ليس بسبب المشاكل وإنما بسبب النقص اللي هو الحادث من وزارتين الصحة بليبيا، لم تصل أي شيء للإمداد الطبي منذ تقريبا قرابة 3 أشهر. ناهيك عن وضع الحرب اللي هي قائمة الآن، هناك استنزاف كبير للمعدات الطبية والمواد الطبية، الوضع الطبي أول شيء منتهي جدا جدا، وثاني شيء وضع الكهرباء، المدينة منقطع عنها التيار الكهربائي منذ اليومين، اليوم تراجعت بعض الإنارة لبعض الأحياء، وهذا الأمر ما سبب ارتباك كبير لأهل المدينة. أما باقي الأوضاع الإنسانية الأخرى فإنها يوجد نقص كبير في مخزون الدقيق في المدينة وعدة نواقص أخرى. ما نحتاجه الآن هو وقفة عامة ليبيا، لأن كل الناس بالمدينة لا ينظرون إلى هذه الأشياء أكثر من ينظرون إلى الجنوب وإلى ليبيا. ينظرون إليها أنها في وضع خطر، لا ينظرون إلى هذه الأشياء الجانبية. نتمنى من جميع الأخوة والأهل أن ينظروا إلى وضع الكفرة بشكل خاص قبل بالنظر إلى الحالة الإنسانية. نعم. طيب أذهب إلى سيد البغدادي. سيد البغدادي، يعني السؤال الآن، ما هو دور المؤتمر في كل ما يحدث الآن في منطقة الجنوب؟ هل هناك مساعي؟ هل هناك جهود لربما أو حتى يعني دعم معين يمكن أن يتم تقديمه من قبل المؤتمر الوطني العام لهذه المنطقة؟ نعم بالتأكيد أخي الكريم، أنا طبعا شخصيا كعضو في المؤتمر اليوم حوالي مدة شهر ونصف فقط كبديل لأحد الإخوة الذين خرجوا، ومنذ تلك الفترة حقيقة تضامنت مع كثير من أعضاء المؤتمر الموجودين سواء كان من الجنوب وخاص الجنوب، الجميع عندما على أني كنت شخصية موجود في الجنوب ذكرت لهم الحقيقة وطرحت الحقيقة أمامهم، فوجدت تجاوب كبير جدا جدا. وكما ذكرت لك كان الاجتماع الماضي في يوم الأربعاء الماضية حقيقة كان ثمرة لمجهودات كبيرة قام بها الجميع، والآن المؤتمر الوطني حقيقة ينظر للجنوب بوجهه كاملا. حقيقة نحن الآن لا نفرق بين هذا من التبو وهذا من الطوارق وهذا من أي قبيلة ومن أي منطقة،
لأن ما يجري الآن ليس في مصلحة الجميع، هذا طيب ما يراه طيب الجمهور الوطني. إذن ما الذي تمخض من هذا الاجتماع الذي تحدثت عنه الآن؟ تمخض أخي الكريم من هذا الاجتماع أن تكونت لجنة برئاسة رئيس الوزراء، وهذه اللجنة الآن تدرس الخيارات وتضع الأولويات، وبإذن الله في الفترة القريبة القادمة سترى خطوات عملية جدا جدا وسيراها الجميع على الأرض. نحن حقيقة نقطة أخرى نريد أن نؤكدها لكل أبناء شعبنا في ليبيا كلهم بأكملهم، سواء في الشرق أو في الغرب أو في الجنوب، إن ما يحدث لهم من مآسي وانقطاع كهرباء ومعاناة هذه حقيقة تؤلمنا بأشد الألم، ونحن الآن نسعى بكل ما أوتينا من قوة لكي نوقف هذا النزيف. والله الذي لا إله إلا هو جميع أعضاء المؤتمر الذي يعرفهم يسعوا ليل نهار يحاولوا بكل ما أوتوا من قوة أن يوقف هذا النزيف، لأن هذا الذي يحدث الآن ليس في مصلحة أحد، لا في مصلحة أي قبيلة ولا في مصلحة أي جهة. نحن نرى في الجنوب طيب. قررنا أن نفعل المؤسسات. طيب. الجنوب المشكلة أن المؤسسات غير مفعلة. نعم. طيب. وبالتالي سيتم تفعيل المؤسسات وبدءا من سنأتي إلى 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 نقطة الحل سيد البغدادي. سيد الجيج، يعني باعتبارك يعني ناطقا باسم مجلس الشورى وحكماء سبها، ما هو الدور الذي يلعبه هذا المجلس وايضا الاعيان سواء كان من مدينه سبها او حتى من غيرها كجهود ل يعني المصالحه وايقاف ما يحدث الان من عمليات مسلحه داخل المدينه؟ نحن يا سيدي نعمل ليل نهار بصراحه، لكن ليس لدينا الا الكلمه، ليس لدينا سلاح الا الكلمه. وهؤلاء يعني لا يفهمون، كثير من الناس وكثير من هؤلاء الخارجين عن القانون لا يفهمون الا بالقوه. يا سيدي نحن حتى المؤتمر والحكومات المتتاليه عندما بعثوا لنا امراء مناطق او امراء عسكر، بعثوا لنا تجار حروب، بعثوا لنا ابو خماده، بعثوا لنا البرعصي، بعثوا لنا الطيور، كلهم تجار حروب يا سيدي. هؤلاء الناس ليس لهم هم الا ما يضعون في جيوبهم، ليس هناك مؤسسات في الجنوب، لكن من يقودها؟ يبعثوا لقيادتها تاجر حرب، لا يهمه الا ما يتحصل عليه. هكذا حصل، يعني هذه التطورات اسبابها منبعثة لكي يقود. طيب اذا ما هو دوركم انتم باعتباركم من داخل المنطقه؟ نحن دورنا نلجا الى الكلمه الطيبه ونحاول مع هذا ونحاول مع هذا لصالح، هناك من يسمع كلامنا، لكن تبدا العمليه هشه ما لم يحمي ما نتفق عليه تحميل القوه ويفصل بينهم بالقوه، لان هناك بعض خاصه قاده الحرب لا يفهمون الا بهذه اللغه. نحن نتواصل مع الكبار، نتواصل مع العقلاء، نتواصل، لكن سرعان ما تختفي هذه الجهود تذهب امام منثوره. طيب أذهب إلى السيد البغدادي. السيد البغدادي، استمعت إلى السيد رقيق تحدث عن أن المؤتمر الوطني وغيره من الحكومات السابقة والحالية هي مسؤولة عن ما يحدث الآن في مدينة سبها وغيرها من مدن الجنوب، ما هو ردك؟ هذا كلام أكيد، أنا أتفق مع السيد رقيق. نعم حقيقة سواء كان المؤتمر الوطني او الحكومات الماضيه المتعاقبه، نعم، وانا لاني كنت شخصيا مثل السيد الرقيق من الحكماء والذين يحييهم بهذه المناسبة، كنت في منظمات المجتمع المدني وكنت أنادي بهذا الأمر وتحدثت في كثير المحطات بما فيها قناتكم هذه. ولكن الآن الذي وجدته حقيقة هناك فعلا جدية من المؤتمر الوطني، هناك مسعى حقيقي، والمؤتمر الوطني وجه بالدليل، يعني بالدليل القاطع، أن حتى الاتفاق الذي حدث ما بين الطوارق والطبو، يعني مشكورين الأخوة الأعيان بذلوا مجهود كبير جدا، ولكن القوة الثالثة التي هي تمثل المؤتمر الوطني كقوة عسكرية موجودة كانت هي السبب اللي تبت هذه الهدنة، واللي نحن قررنا في ذلك الاجتماع أن ندعم هذه القوة بقوات أخرى من مناطق أخرى لكي تدخل للمنطقة الجنوبية ولتدخل لتنشر السلام. نحن حقيقة رسالتنا ستكون واضحة من هنا وجاي، سنعمل ما أوتينا من قوة لنوصل هذه الرسالة لكل أبناء شعبنا. يا إخوتنا يا أهلنا، نعم. هذا القتال نعم. لا ينفع أحد ولا نعم. يفيد أحد. نعم. نحن ليبيون، يقتل ليبي يقتل ليبي. نعم. من المستفيد؟ طيب. المستفيد طيب. هو الأجنبي، هو الذي يريد أن يدمر بلادنا، يريد أن نعم. يخرب. وصلت الفكرة سيد البغدادي، وبأسرع وقت. وصلت فكرتك سيد البغدادي. دعني أنتقل إلى السيد علي الشريف. سيد الشريف، حدثنا عن أوضاع النازحين الآن في المدينة. حقيقة
اعتقد ان كما قلت لك النازحين هناك عدد من النازحين نزحوا من خلال هذه الاشتباكات الى مناطق مختلفه الى غات وسبها. طيب كيف هي اوضاعهم الان؟ كيف هي اوضاعهم الان؟ اوضاع هذه هؤلاء النازحين هو اوضاع اشخاص تركوا منازلهم في ظل غياب اي دور حكومي واي دور سواء لحكومه الانقاذ ولا كذلك ايضا للحكومه المؤقته. وكذلك ايضا هذه الجهات الحكوميه الان لا تعمل، ليس هناك دور حقيقي وفاعل لمستوى الازمه في الجنوب. الجنوب يعاني ضعف المعاناه التي تعانيها كل مناطق ليبيا تعاني، لكن معاناه الجنوب اكبر من حيث الاوضاع الانسانيه وكذلك الاوضاع الصحيه والطبيه، وكذلك ايضا متوقف مرتبات كثير من الاسر. هذه هناك تركه ثقيله موجوده في الجنوب ومعاناه. طيب ماذا عن توفر المواد الاساسيه سواء كانت المواد الغذائيه منها الدقيق وغيرها، وايضا حتى الوقود البنزين وغيره؟ يعني الاسعار الان هي متوفره بكميات محدوده، وهناك ارتفاع اسعار كبير جدا، اسعار هذه المواد مرتفعه للغايه، بحيث يعني الاسر ذات الدخل المحدود لا تستطيع شراء هذه الاشياء بسهوله او بكميات الكميات الكافيه. حقيقة أن أشير إلى نقطة أشار لها الأخوة، بداية السلام يا أخي في الجنوب، بداية السلام هذه نقطة مهمة الكل. نحن نتحدث عن النقطة الوحيدة التي يمكن أن تؤثر في الجنوب وهو البعد الاجتماعي. يجب أن يكون هناك تواصل وتنسيق مشترك بين مختلف مواطيات مكونات الجنوب في مختلف القضايا، ويواجه هذه التحديات الراهنة في الجنوب الآن بروح المجتمع الواحد. وهذا نعم. وسط فكرتك سيد أشريف، وسط فكرتك سيد محجوب. يعني أيضا حدثنا عن أوضاع النازحين، توفر المواد الأساسية لهؤلاء، كيف هي أوضاعهم الآن؟ بالنسبة لأوضاع النازحين في المدينة، لا يوجد نازحين في المدينة إلا ممكن في مناطق الاشتباك فقط، يعني نازح داخل المدينة. أما نازحين خارج المدينة الحمد لله لا يوجد نازحين. أما الأوضاع الإنسانية هي كما حدثنا في السابق، يوجد نقص كثير في المواد الغذائية وفي الطبية وفي الوقود بشكل عام. أما الوضع الطبي هو أكثر شيء يعني ممكن نواجه شيء هذا، وكانت في مشكلة اللي هي عندنا عدد الجرحى في المدينة عدد كبير متواجد الآن داخل المدينة، والعلم جرحى هذه الإصابات تم نقلهم أمس عن طريق مطار السرير مهبط السرير النفطي الى مدينه تبرق. وللاسف هذا من ما فاجأ العديد من اهالي المدينه، كيف تم نقل هذه العصابات الاتيه من خارج المدينه جرحاهم الى مدينه تبرق، اللي هي كنا نامل وننظر الى ان برلماننا الموقر ينظر الى جنوبه بنظره خاصه، الا انه للاسف في بيان البرلمان نظر الينا والى هذه العصابات بنظر المساواه، وانهم خاطبوهم بصفه اهالي المدينه، وهذا الشيء اللي هو مفاجئ للعديد من اهالي المدينه ومفاجئ جميع الجهات الرسميه بالمدينه. نعم. طيب. اما الناحيه الثانيه اللي هو نتمنى بشكل عام هي ننظروا له، نحن الان في الجنوب لا ننظر الى ان من ينظر الى مصلحه الوطن او مصلحه المدينه، هذه هي حكومتنا، من ينظر الى الكفره بشكل خاص انها الكفره. نعم. وصلت الفكره سيد محجوب. اذهب الان الى السيد الجيك واختم معك. يعني هل تلمسون من النسيج الاجتماعي قبولا لهذه الجهود التي انتم تبذلونها للصلح والوصول بالمنطقه الى السلام؟ الله يا ريت ان شاء الله يكون خير، لكن احنا عندنا قصه اخرى وهي تداخلت فيها الوضع السياسي. الآن أصبحت عندنا مخاوف أخرى جديدة بعد خروج هؤلاء السادة بالمظاهرات المسلحة، هذه أصبحت مشكلة جديدة، وخاصة أن الدولة ليس لها أي وجود في 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 الجنوب، وهذه مشكلة خطيرة جدا جدا سوف تهددنا، وسوف يستغل من يريد أن يأخذ الجنوب على كل مساحته هذه النقطة ويسعى فيها سريعا، لأن هناك من يرفع شعار ليبيا ومعمر ليبيا تدمر. نعم. وبهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من خبر وبعد. نشكر كل ضيوفنا كان معنا عبر الهاتف من سبا الناطق باسم مجلس الشورى وحكومة سبا حسن أرقيق، وعبر الهاتف من منطقة الجنوب عضو المؤتمر الوطني مسعود البغدادي، عبر الهاتف من أباريا الصحفي علي أشريف، عبر الهاتف من الكفرة الإعلامي إدريس محجوب. تقبلوا تحياتي في أمان الله.